فهمتيني انا هذا كيمثلني انا يعني صافي هذا ما دابين. مشاهدون قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. ففي هذه اللحظات حضور والي امن مدينة الدار البيضاء شخصيا المركب محمد الخامس من اجل التدابير والاحترازات على قبل هذا الماتش هذا اللي غادي يجمع ما بين الوداد والتوارقة. فشوفوا معنا مشاهدينا حضور ولأمن مدينة الدار البيضاء. بخصوص إعطاء التعليمات زيد فبرافو لرجال الامن، برافو لرجال الامن خصوص الترتيبات اللي كاينه هنا في مركب محمد الخامس في هذا الماتش اللي غادي يجمع ما بين الوداد والتوارقه. فبرافو لهم وتبارك الله عليهم. لا كاين عندي كاين Gracias.